بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايها الاحبه هذا لقاء جديد في سلسله التوبه التوبه هي مفتاح الرزق والقوه اي السلطه والمال الحقيقه كل انسان ايها الاحبه يسعى للسلطه والمال حروب تجري من اجل السلطه والمال هذه القضيه تهم الانسان لانه يسعى للقوه ويسعى للحصول على المال اي الرزق ولكن ما علاقه التوبه بالموضوع يعني حقيقه هذا الامر يلفت القران انتباهنا اليه بطريقه رائعه جدا في قصه سيدنا هود عليه السلام الذي ارسله الله لقبيله عاد هذه القبيلة كانت قوية جدا وذات مال وذات سيطرة وذات قوة وكانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين كان لديهم وسائل متطورة أيها الأحبة أكثر من عصرنا الحاضر نحن الآن ليس لدينا وسائل لنحت الجبال كانوا ينحتون قصور داخل الجبال الصخرية ينحتون غرف واثاث وطوابق وزخارف واعمده ومتاع وجدران مزينه كله داخل الجبال الصخريه، نحن اليوم لا نستطيع ان نفعل ذلك على الرغم من التطور التكنولوجي، كانوا اقوى منا وكان لديهم من الخيرات والثروات الشيء الكثير. كانت الامطار تنزل عليهم وكانت الوضع الاقتصادي قوي جدا ففسقوا وعصوا الله تبارك وتعالى وطغوا في الارض. الله عز وجل ارسل لهم النبي هود. ماذا قال لهم ايها الاحبه؟ اعطاهم قانون كوني. قانون كوني ينبغي ان نقتنع به. انا كمسلم الله تعالى اعطاني مجموعه من القوانين وضعها في القران العظيم ينبغي علي ان ليس اقتنع فيها بها فقط بل اعتقد اعتقادا جازما حتى تصبح منهجا لي في حياتي. تماما انت عندما تكسر اشاره المرور تعلم ان هناك كاميرا تلتقط رقم السياره والكمبيوتر يسجل مخالفه عليك فانت موقن بذلك وتعتقد ذلك لذلك لا تكسر اشاره المرور ولا تخالف يعني اي واحد منا عندما يرى الكاميرا ويوقن ان هناك مخالفه ستسجل عليه مستحيل ان يخالف استحيل ان يتجاوز الاشاره الحمراء ولكن عندما لا يكون مقتنعا بهذا الامر ولا يرى اي شيء من الرقابه فتجده يتسرع ويخالف لانه امن العقوبه طيب القوانين التي وضعها القران عندما قال الله تبارك وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين كيف تطلب مني أن أبرر لك معصية الله من أجل الرزق؟ كيف تذهب لتشتري بيتا بفوائد ربوية حرمها القرآن من أجل أن تسكن فيه وتقول إن رزقي قليل، هذا يدل أن ثقتك بالبنك أو ثقتك بمن سيدفع لك المال هذا القرض الربوي ثقتك به اكبر من ثقتك بالله عز وجل وهو يقول لك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين لا تتصور اخي الحبيب انك تعلم اكثر من الله الله عز وجل يقول وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون هذا قانون الهي ايها الاحبه يعني انا لا يمكن ان اعلم اكثر من الطبيب المتخصص بمرض معين لا يمكن ان اعلم اكثر من عالم الذره المتخصص في مجال محدد في علم الذره ينبغي ان نكون واقعيين موضوع الرزق ايها الاحبه هو بيد الله عز وجل وضع مجموعة من القوانين على رأسها قانون التوبة كيف ذلك؟ يعني ربما يستغرب البعض ما علاقة التوبة بالرزق؟ يعني أنا إذا تبت إلى الله يزداد رزقي؟ طيب دعونا نستمع ماذا قال هذا النبي الكريم سيدنا هود عليه السلام ماذا قال لقومه؟ <applause> ويا قوم استغفروا ربكم ثم توب إليه رتب لك العملية بدقة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا القانون كل يوم مئة مرة بل أكثر كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من مئة مرة كل يوم سيدنا هود طلب منهم أن يقولوها مرة واحدة فقط رفضوا سبحان الله مرة واحدة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه طب ما هي نتائج التوبة يرسل السماء عليكم مدرارا هذه إشارة للرزق الوفير يعني نحن نعلم اليوم أن الماء عندما ينزل مدرارا على منطقة أولا تزداد الأنهار والينابيع يزداد الزرع وبما أن الماء ازداد والزرع ازداد يزداد عدد الأنعام عدد الطيور عدد الأشياء التي يمكن أن تأكلها سوف يؤدي لازدهار هذه الحضارة وبالتالي نجد ان معظم الحضارات نشات حول الانهار وحول المناطق ذات المياه الغزيره الينابيع والانهار ومعظم الحضارات انقرضت بسبب الجفاف الذي اصاب هذه المنطقه فقضى على هذه الحضاره اذا الماء هنا هو رمز الحياه ورمز الثروه رمز الرزق يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين إذا أيها الأحبة هذا القانون يمكن أن نلخصه بكلمات قليلة مجرد أن تستغفر الله وتتوب إليه فإن رزقك سيزداد ولكن الآلية لست أنت من يحددها، الذي يحددها هو الله. أنا بالنسبة لي أن يصرف الله عني مرض سرطان مثلا أفضل من أن يأتيني مليون دولار، ماذا سأعمل بها إذا كنت سأموت؟ أن يعطيني الله أو يصرف عني شر حادث سيارة مثلا خير لي ان يعطيني 100 مليون مثلا او يرزقني اي مبلغ كان لان هذا الحادث سيكسرك ويجعلك تجلس والام فظيعه ويعطل عملك ويعطل حياتك، لا انا ابقى هكذا برزق قليل ولكن بصحه جيده الذي يحدد طريقه الرزق هو الله عز وجل بما يتناسب مع احتياجاتك ومصلحتك ويحافظ على استغفارك لله وتوبتك الى الله لان الله اذا اعطاك الكثير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر بنظام وقانون محسوب ما يشاء انه عليم خبير هذا الاله العظيم ايها الاحبه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، تاملوا ايها الاحبه. من لطف الله بك انه يمنع عنك المال ولكن يعطيك اشياء اهم من المال، يعطيك الراحه النفسيه. يعطيك صحه لا يحلم بها حتى الاغنياء. يعطيك ولد صالح تقر عينك به. يعطيك جار جيد وصالح تأنس به ويخلصك من جار سيء يؤذيك مثلا هناك ملايين الاحتمالات ايها الاحبه القوه التي وعدك الله بها جزاء توبتك واستغفارك لا نتصور ان الله يعطيك قوه لتتسلط على العباد فهذه نعمه لك هذه نقمه عليك لا تتصور ان القوة او السلطة التي إذا أحب الله عبدا لا يعطيه سلطة على العباد يعطيه قوة في ثقته بالله عز وجل وثقة الناس به القوة هنا اعظم انواع القوة محبة الناس لك هذه تشعرك بقوة رهيبة جدا ان تجد ان الناس يحبونك يثقون بك يكرمونك ينظرون اليك نظرة انك شيء جيد، شيء عالي، شيء محترم تكسب احترام الناس، هذه القوة ايها الاحبه ليست القوة بالعضلات ولا بالسلطة على الناس ولا بإيذاء عباد الله، هذه ليست قوة، هذه فتنة وبلاء من الله وهذه قوة من الشيطان، ستجد انك ستكون يوم القيامة من اضعف الناس. المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم لذلك أيها الأحبة الله تبارك وتعالى من رحمته ومن عظيم مغفرته ينادينا أنظروا إلى هذا النداء الرائع أيها الأحبة ال ال الذي يدل على إله رحيم إله منتهى الرحمه، لا نستطيع ان نصف مقدار رحمه الله. هذا الخالق الذي خلقك ايها الانسان ثم عصيته وجحدت بنعمة الله وكفرت بآيات الله وارتكبت كل المحرمات التي نهاك الله عنها ونسيت اصلا وجود الله سبحانه وتعالى على الرغم من كل هذا السلوك السيء في حق الله عز وجل وهو القادر على ان يفني الكون بثانيه او اقل من ثانيه ماذا يقول لك ايها الانسان؟ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ افلا يتوبون الى الله؟ يعني الله عز وجل ولله المثل الاعلى يقول لك: أفلا تتوب إلى الله؟ ألا تستغفر الله والله غفور رحيم؟ دعوة دعوة هذه أيها الأحبة والله لن نخسر شيئاً. عندما تقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الآن قلها لكي لا تنسى. قل: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هذه عبارة خفيفة جداً. خلال ثلاث ثواني تقولها. أستغفر الله وأتوب إليه. هذه العباره هي استجابه لنداء الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم اذا ايها الاحبه ملخص هذا اللقاء احب من الجميع ان يستفيد منه اذا كنت تعاني من ضيق في الرزق وتعاني من ضعف ضعف القوه بخاصه في هذا العصر لا تجد من ينصرك، لا تجد من يعطيك، لا تجد من يدعمك، لا تجد من يؤنسك، لا تجد من يعني يستمع الى همومك، الى مشاكلك. انت في حاله ضعف، الوضع الاقتصادي سيء لا تجد من تشكو له. هناك اله عظيم يقول لك: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. "ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين". اذا الاستغفار والتوبه هي مفتاح السلطه والمال. مفتاح القوه والرزق. يرسل السماء عليكم مدرارا اشاره الى الرزق ويزدكم قوه الى قوتكم اشاره الى مزيد من القوه مزيد من الصحه ايضا القوه هنا تعني الصحه الجسم السليم تعني ان يخلصك الله من الامراض ان يبعد عنك المرض اذا كنت مريض التوبه هي علاج لك على فكره. اذا كان لديك مرض مزمن استغفر الله واتوب إليه لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام ليس عبثا أنه كان يستغفر الله أكثر من مئة مرة كان يقول أتوب إلى الله أكثر من مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه هذه متعة وقوة أيها الأحبة قوة تشعر بها عندما تكرر هذا الدعاء دعاء الاستغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كلما كررته اكثر كلما وجدت ان هناك ابواب تنفتح امامك كلما وجدت ان ثقتك زادت طبعا قلنا ان الثقه بالله هي التي تعطي الثقه بالنفس وليس العكس هذا الشعور هذا الاحساس بالقوه ايها الاحبه لا يقدر بثمن لا لا يستطيع ان يصفه الا من يشعر به نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المستغفرين ومن التوابين ومن المتطهرين الذين احبهم الله وقال فيهم ان الله يحب التوابين والمتطهرين والى لقاء جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته